بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي ومتتبعات قناة صوت المظلوم، مرحبا بكم في الفيديو المستعجل. تدخل السلطات في محاولة انتحار معشوقة على المباشر. هادشي راه ماشي الملاغة، هادشي راه ماشي الملاغة. إلا كانت هاد الهضرة اللي قالت فري، راه السلطات دخلات، كانت كتكذب. السلطات دخلات يعني صافي، ما تيعطيش الخير، ما كيبشرش، ما كيبشرش بالخير باش انسان يقدم على الانتحار على المباشر. والزروالي باي باي، الزروالي ماشي راجل امك، الزروالي عليك بالاحترام. اذا كان بينك وبينو شي حاجه راه السلطات، ولكن اللي درتيه على المباشر لا يبشر بالخير. هاد القنوات صافي، النيابة دخلات، السلطة دخلات، كلشي دخل. هادشي لا يعقل اللي وصلنا ليه، هادشي لا يعقل. باش انسان يخرج على القناة ديالو، اما باش يطلعها، اما باش ينزل البطل، واما باش ما نعرف. حنا مازال ما متاكدينش واش الهضره ديالها فري ولا لا، يعني السلطات هي اللي غتحسم الامر ونعرفوا منهم شنو وقع، شنو كاين، شنو الاحداث، شنو السبب. بزاف ديال الحوايج. ولكن بالنسبه للزروالي ظهروا مالح، ظهروا مالح بزاف، ماشي غير شويه. اي واحد مد له يد المساعده الا وضرب فيه، اي واحد طلعوا طلع ليه قناته الا وتقلب عليه وغدر به يعني. ولكن الهضره اللي قالت معشوقه هضره خطيره بزاف، يعني صعيبة، صعيبة بزاف. يعني راه إلا طلعت تتكذب، راه دارت على راسها مصيبة، دارت على راسها مصيبة. ولا طلعت تعاود الهضرة فري على حسب، قالت لك عندها سكين، أنا سكرنات الجلاوم، عاود مصيبة. هادشي راه خطير اللي ولينا فيه خوتي خواتاتي. مهما دخلت السلطات إلا شي حاجة غادي غادي تكون نيت. واش انتحار فري ولا مجرد افلام؟ واش هذيك السيده تتقول الحق ولا تتكذب؟ واش الزروالي فري قال هذيك الهضره ولا بغات تلفق ليه تهمه محرضه؟ هادشي كله غادي نعرفوه قريب، ماشي بعيد، قريب قريب. لان ما دخلت السلطه الا غتحسم الامر، غتشوف ديك السيده. لان انا كتبوا لي الناس هذيك راه كذابه، هذيك راه كتنزل الباطل، هذيك راه دارت سبق وكذبت على شي حد، وها شكون وها شكون. ولكن باش تخرج دير نداء الاستاذ زهراش وتقول له اش كاين اش كاين اش كاين، وعارفه عند زهراش وزروالي عندهم عداوه وعندهم شكايات، يعني لا يعقل. باش توصل بجرأة بالانسان حتى هاد الدرجه، ما بقاش الثقة. يا عطيني ندير العملية يا انت ما مزيانش. ولكن هادشي كله حنا غنعرفوه ان شاء الله مستقبلا. مهما دخلت السلطات الى القضية حامضة، قضية حامضة. تنتمنى ما يكونش شي حاجة خايبة. الى كذبت معشوقة اكيد غتعتقل، هادشي راه ماشي ساهل، هذا راه باطل كبير، كذبة أكبر كذبة في شهر أبريل، أكبر كذبة في شهر أبريل. إلا طلقات هضرتها مكايناش، غير كذوب ومحرضة. إلا طلقات هضرتها صح كيما قالت عندها تسجيلات، زروالي وجد راسك، هادشي راه ماشي ساهل. حنا لا مع هاد الطرف ولا مع هاد الطرف، حنا مع الحق، حنا ديما مع الحق وصوت الحق. باش تقول تخرج السيده على المباشر تعترف اعترافات خطيره جدا، ماشي سهله ولا راه استاذ يعني هيئه ديال المحامي، يعني راه ماشي ساهل باش يعدي هاد الهضره، ماشي ساهل. ولكن الا طلعت كلشي كذوب يعني غير محرضه، شدي راسك معشوقه، راه هادشي راه ماشي الملاغه.
شدي راسك. السلطات دخلت وغتحسم الامر، غادي تشوف شكون الصح من الكاذب، شكون اللي كيقول الحقيقه وشكون اللي تيكذب. فما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما منغيو المضرات حتى لشي حد، ولكن الناس طاولت بزاف ماشي غير شويه. الناس مبقى غير اجياف ومطلق، اجياف ومكذب، اجياف ومضرب. هادشي كلو على القنوات باش يطلعوهم ويطلعو المشاهده، ولكن باش توصل القضيه حتى انتحار، محاوله انتحار على المباشر، لا يعقل لا يعقل. شي تيقول لك دايره الافلام، شي تيقول لك راه بنيه بصح، شي كيقول دايره فنيده اصبر ولا دو لي بران، شي تيقول لك هذاك اللبن، شي كل واحد واش تيقول. ولكن شي راه السلطات اللي غتحسم فيه وغنعرفوا شنو كاين، ونخرجوا لكم مع واحد اللايف ضروري، لان هادشي راه ماشي ساهل، لان الدرع الملاء على المباشر ضروري باش غنعاود نقولوه على الملاء وعلى المباشر. شوفوا هاد الناس، لأن هادشي لا يعقل، هادشي لا يعقل اللي وصلنا ليه. إلا كان السروالي مظلوم، ربي غادي ياخد له حقه، ربي غادي ياخد له حقه وغادي ينصرو. وإلا كان ظالم راه كاين القانون في البلاد، راه كاين القانون في البلاد. ولكن معشوقة ماشي بهالدرجة بها ولا بهالطريقة. سعي باش ديري العملية، يعني إلا كنتي كتكذبي راه غتحملي المسؤولية ديالك، يعني باش تخرجي تقولي قالك فلان دارلك فلان حرضك فلان ويعطيك 3 المليون فلان، خصك تشدي لنا داكشي التسجيلات اللي عندك، تشديهم. كيف خرجتي على الملاء وهضرتي، عاود خرجي على الملاء وحطي لنا دوك المكالمات باش نتيقو حتى حنا، ماشي غير أجياف ومطلق. راك ورطتي راسك واحد التوريطه راه ما يعرفك لا هذا لا هذا، انت شدرتي راسك، درتي راسك مصيبه كبيره. الا تلقات الهضره ديالك كلها كذوب، سمعتي، الا تلقات هضرتك كلها كذوب مشيتي فيها العربيه الفصحى، راه ما فيها لا باك صاحبي ولا امك خالتي، غتحملي مسؤوليتك. ولا طلع هاد الهضره كاينه، انا نمدلك يد المساعده ونعاونك. هضرتك كاينه، انا غنمشي معاك في الخط، ما نخسر عليك والو. انتي ما عندكش مسكينه، هي امك شاده القنت، الله يكون في العوان. ولكن باش الانسان يوصل بجرأه حتى للدرجه وينوض يكذب ولا يكون محرض ومخلص باش يطيح واحد الانسان، لا يعقل لا يعقل. يعني ما غنسكتوش لا من هاد الناحيه ولا من هاد الناحيه. خوتي خواتاتي، هادشي ولا تيخلع اللي ولا في هاد اليوتيوب، مبقيناش نتيقو العربية الفصحى، مبقاش عندنا الثقة حتى فشي حد. ها اللي كيخرج كيضرب في ولادو باش يطلع القناة ويدخل ميمي، ها اللي دارنا زينة المحارم باش يدخل ميمي، ها اللي خرج ضرب في ما عقوق الوالدين باش دخل ميمي. يعني هاد ميمي غادي يوصل عباد الله بزاف حبيب بيس، هاد ميمي اللي درتو الطريق ضرب في الاعراض وضرب في المحصنات وضرب في اي واحد. انا ري شنو تابعكم، انا ري شنو جايكم، انا ري انا ري انا ري غنقول لكم شنو كاين، ولكن من بعد غتعرفوا شنو كاين. اي قناه طاولت، اي قناه خرجت ساعات بولادها، ساعات براسها بكات علينا وعوعات علينا قطعت حويجه علينا، التابع قضائي. اي قناه عاود خرجت ضربت الوالدين عقوق الوالدين، اي حاجه غادي تتابع قضائي. اي قناه ضربت في العرب شي حد اتبع قضائي. يعني وصلنا
النهائي ديال هاد القنوات بالعربيه الفصحى ديال الصرف الصحي. ولكن شي اللي وقع المعشوقه ولا اللي درته ما عمري شفتو في حياتي، حطمت الرقم القياسي معشوقه فهاد القنوات كلهم اللي دازو. قلت اخواتاتي تحيه كبيره لكم، ملتقانا اكيد في الجديد، ونعرفوا شنو وقع وشنو كاين وفين وصلت السلطات معاه معشوقه. واش داكشي قالته فري ولا كذوب؟ غنعرفو مستجدات، اي مستجدات غنعرفو غنخرجو لكم بلايف ولا فيديو ولا على المباشر ان شاء الله، حتى حنا باش نفضحو هاد الناس هاد الفساد وهاد المفسدين. تحيه كبيره للمتتبعين ديال الغزلان، وكيف العاده لقطعه تاع هذا، وحياكم الله.